حصرية لموقع فان دو فوت. تحسر الناخب الوطني السابق وحيد حالي لوزيج على خروج المنتخب الوطني الجزائري المخيب من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا التي تقام وقائعها بالغابون. وكشف حالي لوزيج أنه لا يمكن إعطاء نظرة أدق عن الناخب أو عن المنتخب، مردفا بالقول أن الفرديات لا تكفي لتشكيل منتخب قوي. كما تحدث التقني البوسني عن عودته للإشراف على الخضر واستبعد الفكرة، موضحا أن ذلك غير ممكن على الإطلاق. Oui, effectivement, bien sûr. Est-ce que est-ce qu'on vous a proposé de reprendre l'équipe, monsieur Vahid? Bonne journée, merci. Bye.